لك ايه سقفها؟ لا طب الاربع سنين بلاش، الاربع سنين تكون حققت ايه؟ انا عايز اقول لك، ما انت سالتيني سؤال بتقولي يا ترى انت كنت تتمنى ايه؟ انا اقسم لك بالله انا كنت اتمنى يكون معايا تريليون، 2 تريليون دولار توزعهم علينا؟ لا، ابني بيهم بلدي. محتاجين تريليون دولار نبني البلد؟ يعني عشان اتمنى فعلا بتوع انا واعمل بيهم كده. والاسره اسره ايه؟ هم هيعملوا بالفلوس كلها. ما دام تقول لك هيعملوا بيهم ايه؟ احنا بقى بنتفسح ولا بنروح ولا بنيجي؟ ما بتتفسحوش يا فندم. لا كنتوا بتتفسحوا؟ يعني بسيط. ده مضايقك شويه؟ ده لا لا لا، بني ادمين احنا. بني ادمين صحيح، مش كده ولا ايه؟ صحيح. اكيد حضرتك مش مولود رئيس جمهوريه. لا لا طبعا خالص، وانا مش ولا يعني ايه؟ بس يمكن اللي بيسعدك بس انه الشارع يبقى فاضي يا فندم لما بتعدي. ها؟ بيسعدك لما الشارع يبقى فاضي لما بتعدي؟ لا والله. بيبقى هو؟ لا والله. طب ما قلتش وانا لما بحاكم مش هعمل كده ولقيت نفسك بتعمل كده، ما هتوصل ازاي في الزحمه دي؟ اولا بيعملوا لي هم كده، مش انا اللي بعمل، هم اللي بيعملوا. وبعدين يقولوا لي ما احنا لو ما عملناش كده يعني هتوصل ازاي؟ هتاخد وقت كتير قوي. لا انا طبعا ما بحب، انا احب اكون مع الناس. بس مع الناس، مع الناس امشي امشي واتكلم ويكلموني ويقولوا لي والله اعلم. بس هل قادر دلوقتي تعمل ده؟ لا، انك تتمشى. اكتر حاجه بعاني منها ايه بقى؟ هي دي، مش قادر ان انا مش مع الناس، كل الناس.